أنا حبيت أديكي فرصة تدافع عن نفسك. خفت لأكون عديلة ظلماكي. لكن بعد اللي أنت قلتيه تأكدت تماما بإن ليها الحق في كل كلمة قالتها. يا عمي أنا أنت لازم تسيبي البلد دي حالا. هتيجي معايا الزقازيق. تعيشي معززة مكرمة مع مرات عمك وولاد عمك. واسيب شغلي في البوتيك يا عمي؟ أنت بتسمي ده شغل؟ ده فضيحة. شوفي يا دلال، احنا ناس اشراف عايشين طول عمرنا راسنا مرفوعه في السما فوق، عايزه النهارده تبوظي سمعتنا وتجيبي لنا العار بالاستهتار بتاعك ده. مساء الخير. اهلا يا دلال، اتفضلي. لا انا هدخل لدلال على طول، اصل مستعجله قوي. لا استني شويه، اصل دلال مشغول مع عمها بيومي. رتبي اموري، هاخدك معايا الاسبوع الجاي. شفتي المصيبه اللي حدت عليا؟ مصيبه ولا حاجه، هدي نفسك انت بس، دي ما دقت الا لما فرقت.